فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أكل الإنسان لحم إبل ثم توضأ، لكن هناك بقايا من اللحم في فيه، فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟ ما يلفظها، ما يأكلها، لأنه دنا أنه يأكل شيء من أسنانه يلفظها، لكن لو قدر أنه ابتلعها فلا يحتاج إلى وضوء، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل لحما. نعم.